السلام عليكم مرة أخرى، نعود إلى سلسلة تمارين حركة الكواكب والأقمار الصناعية، واليوم إن شاء الله غنشوفوا التمرين رقم 4 من السلسلة. طبعا اللي هو امتحان ديال البكالوريا، امتحان وطني للسنة الثانية البكالوريا لسنة 2013 بالجزائر. طبعا بالجزائر. طبعا التمرين قبل ما نبداو انجاز ديال التمرين، ولا بد اننا نقراو النص ديال التمرين، لان هناك بعض المعطيات اللازم معرفتها واللازم معرفتها لكي نقوم بحل جيد ولكي نفكر بطريقه سليمه في انجاز التمرين. يقول التمرين: يدور قمر اصطناعي اس حول الارض بحركه دائريه منتظمه. اذا اول معطى اعطي في التمرين هو ان الحركه دائريه منتظمه، وبالتالي فهناك مجموعة من المعطيات يمكن استنتاجها من حركة دائرية منتظمة، هو أن مجموع القوى الخارجية انجذاب مركزي، وأن متجه التسارع تكون منظمية. هذا القمر الاصطناعي يوجد على ارتفاع اش يساوي 700 كيلومتر من سطحها، حيث يدور 14.55 دورة في اليوم الواحد. طبعا هذه 14.55 دورة في اليوم الواحد تمثل لنا الدور المداري للقمر الاصطناعي. نعتبر أن المعلم المركزي الأرضي غاليليا، إذا فالحركة تكون على معلم غاليلي. أولا، مثل متجهة التسارع لحركة القمر الاصطناعي. إذا أولا تمثيل متجهة التسارع. إذا سنعتبر الشكل ديالنا هو هذا، نعتبره هذه الارض وهذا مركز ثقلها تي، وهنا القمر الاصطناعي اس. طبعا اس يوجد على ارتفاع اش من سطح الارض، ومداره مدار دائري، مداره مدار دائري حول الارض. طبعا الشكل عندكم انتم معطى في السلسله، غادي نخليها انا تحت الفيديو في لو ليان ديال السلسلة، غادي نخلي لكم تحت الفيديو. دونك هذا هو المتجهة ان، المتجهة المنظمية، وعندنا طبعا هنا المتجهة المماسية U لمعلم فرين. إذا باش نمثلو متجهة التسارع شنو يمكن نقولو قبل ما نمثلو متجهة التسارع واللي كيعطينا الحق باش أنا نمثلو هذا المتجهة التسارع؟ بما أن الحركة دائرية منتظمة، إذا كانت الحركة دائرية منتظمة فإن متجهة التسارع انجذابية مركزية، أو يمكن أن نقول عليها، يمكن أن نقول عليها بشكل آخر، يمكن أن نقول مكان جدارية مركزية، ممكن نقول عليها منظمية. وإذا كانت منظمية، إذا فمتجه التسارع غتكون غادا مع المتجهة N، هكذا هي متجهة التسارع A. إذا باش نمثل ديك متجهة التسارع A، خصني تكون عندي أن الحركة راها دائرية منتظمة، عاد عندي الحق باش أنني نمثل متجهة التسارع A. ثانيا، أعطي تعبير متجه التسارع لحركة القمر الاصطناعي S بدلالة V سرعة القمر الاصطناعي و R شعاع مسار حركة القمر حول الأرض. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، تعبير V أو تعبير A متجه التسارع A بدلالة V و R. طبعا بما أن الحركة دائرية منتظمة، فمتجه التسارع قلنا بان متجهها منظميه. نحن نعلم ان ا في معلم فريني تعطينا احداثيتين، ا تي وفق المتجهه U المماسيه زائد ا ان وفق المتجهه المنظميه. ا تي U زائد التسارع المنظمي وفق المتجهه المنظميه ان. وبما ان ا وفق ان، اذا فا كيف هي مع U؟ ا كيف هي مع U؟ متعامله، اذا اسقاطها سيساوي صفر، إذا هذه غتساوي لنا صفر، ولا كانت هذه كتساوي صفر، إذا
متجه التسارع A غتساوي هنا AN وفق المتجهة N. إذا A متجه التسارع تساوي AN، شحال كتساوي AN؟ V مربع على R في المتجهة N، وهذا هو تعبير التسارع A بدالة V و R. جيد. إذا نمر للسؤال الثالث، يقول بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن تعبير سرعة القمر الاصطناعي اس حول الأرض تعطى بالعلاقة في كتساوي لنا جذر مربع لجي ام تي على ار حيث ام تي كتلة الأرض. إذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن السرعة تساوي جذر مربع جي في ام تي على ار. إذا المجموعة المدروسة ديالنا هي القمر الاصطناعي حسب القانون الثاني نيوتن، سيجما فورس اكستيريور كتساوي ام اجي، دي فورس اكستيريور ابليكي على هذا لو كور، على هذا الجسم هذا، على الساتيليت، القوى المطبقة عليه، هناك قوة واحدة هي قوة التجاذب الكوني اف للأرض على القمر الاصطناعي، وهذه القوة ديال الأرض على القمر الاصطناعي فهي قوة منظمية، إذا اف تي على اس غادا مع المتجهة ان وفق المتجهة ان. إذا نقول هناك قوة واحدة اللي هي اف تي على اس وفق المتجهة ان، اللي كتساوي لنا ام طبعا ديال القمر الاصطناعي ام اس في اجي، وعرفنا سابقا في السؤال السابق ان التعبير ديال اجي ما هو الا ان في ان حسب. اذا عفوا هذه ليست قوة، هذا منظم المتجهة اف تي على اس في ان. إذا اختزال n مع n غتبقى لنا f تي على s اللي هي شنو؟ اللي هي g في m دو تي في m s على شعاع المسار أس اثنان، شعاع المسار أس اثنان، وهذا شعاع المسار طبعا راه كيبدا من القمر الاصطناعي من s إلى حتى مركز الثقل للأرض، حتى مركز الثقل للأرض، إذا هذا كامل هو r أس اثنان يساوي ام اس في ان، و ان كم تساوي؟ هي في مربع على ار. طبعا ماذا نريد؟ نريد تعبير السرعه. اذا من خلال هذه العلاقه نستنتج ان في تساوي جذر مربع اختزال ام اس مع ام اس، ار وحده مع ار مشات، شنو يبقى لنا؟ جي في ام تي، جي في ام تي على ار، جي في ام تي على ار، وهذا هو تعبير السرعة للقمر الاصطناعي. نمر الآن إلى السؤال رقم أربعة. السؤال رقم أربعة يقول بين أو أكتب العلاقة بين التأس، العلاقة بين التأس وآر حيث التأس دور القمر الاصطناعي حول الأرض. إذا نعلم أن الدور تي، هذه علاقة سابقة تطرقنا لها في الدرس وكنت تعرفت عليها في السنوات الماضية، تي يساوي ماذا؟ دو بي على أوميغا، أوميغا اللي هي السرعة الزاوية، يعني سرعة دوران القمر الاصطناعي، لأنه يعني في حركة دائرية منتظمة حول مركز الأرض، ونعلم أن أوميغا تربطها علاقة ب في، في كتساوي لنا آر في أوميغا، إذا أوميغا غتساوي لنا في على آر، سوف نقوم بتعويضها هنا، إذا فتي تي ديال القمر الاصطناعي ديال الساتيليت كيساوي لنا دو بي على اوميغا اللي هي في على ار، هاد في على ار غنديرها المقلوب غتولي هي ار على في، وهذه هي العلاقه بين التي اس و ار، لان دو بي ثابت و في ايضا ثابت، شكون اللي قالنا بان في ثابته؟ لان الحركه دائريه منتظمه، وهذه هي العلاقه بين الدور والشعاع. طبعا ننتقل الى السؤال رقم خمسه الذي يقول بين ان تي أس 2 على ار أس 3 تساوي 9.85 في 10 أس ناقص 14 سكوند أس 2 في المتر أس ناقص 3. طبعا هذا كيف فكرنا في القانون الثالث لكيبلر، خصني نشوف المعطيات ديالي ديال التمرين باش ممكن انني نخرج داك تي أس على ار أس 3. اذا مشينا انطلقنا من العلاقات السابقه غنلقاو باننا ما عندناش كتلة الارض، وبالتالي غيصعب علينا باش اننا نمشيو نخرجوه. هنا غادي يبان لنا بان هاد ار يمثل شعاع المسار، اذا شعاع المسار هو هذا كامل شعاع المسار، هاد ار
شعاع المسار الدائري، وشنو كيساوي شعاع المسار؟ هو ار تي هو شعاع الارض زائد الارتفاع، هو شعاع الارض زائد الارتفاع، دونك هو ار تي زائد اش، هذا هو ار. مزيان، عندنا ار تي عندنا اش، غنقدروا نحسبوا ار اس 3، لكن تي اس الدور المداري لحركه القمر الاصطناعي حول الارض. هذاك تي اس عطاوه لنا حيث يدور ب 14.55 دوره في اليوم الواحد. حنا كنعرفوا ان الدور ماذا يمثل؟ هو المدة الزمنية اللازمة لإنجاز دورة واحدة. إذا خلال يوم واحد، واحد جور كينجز لنا 14.55 تور دورة. حنا ما بغيناش 14.55 تور، نبغينا في دورة واحدة كم يستغرق من مدة زمنية. إذا فالدور عادة يكون بالثانية، إذا خصنا نمشيو نحولو للثانية، واحد جور شحال هو بالثانية؟ يوم واحد شحال فيه من ثانية؟ إذا يوم واحد شحال فيه من ساعة؟ 24، وكل ساعة شحال فيها من ثانية؟ 3600، إذا فيوم واحد فهو 24 مضروبة في 3600، إذا واحد تور، واحد دورة ينجزها في كم مدة زمنية؟ في تي، في الدور تي، اللي هي واحد في واحد يوم اللي هو هذا، دونك واحد في 24 في 3600 مقسومة على 14.55 دورة. إذا فالتي الدور المداري للقمر الاصطناعي يساوي تقريبا بعد إنجاز الاتفاق العددي يساوي 5938.14 ثانية. هذا الدور المداري للكوكب أو للقمر الاصطناعي. مزيان، دونك حسبنا تي اش شحال كيساوي. دابا خصنا نمشيو نلقاو ديك العلاقة شحال كتساوي. إذا في هذا الشكل أنا نهيت منه، ما كنتش محتاج به، غادي نحيدوه من هنا. إذا تي اس أس 2 على ار أس 3 يساوي تي اس، هي تي اس أس 2 تبقى كما هي على ار أس 3. شكون هي ار أس 3؟ هي ار تي زائد اش الكل أس 3. تطبيق عددي، تي اس أس 2 5938.14 أس 2 على ار أس 3 شعاع الارض 6400 كيلومتر، عقل معايا انه كيلومتر، زائد اش هي 700 كيلومتر، هادشي كله يتحول الى المتر، غنضربو في 10 أس 3 الكل أس 3. اذا غتصبح لنا كنتيجة هاد العلاقة هادي بعد التطبيق العددي غتساوي لنا هي 9.85×10^-14 في النظام العالمي، النظام العالمي الواحد. جيد، إذا فهي تي اس أس 2 على ار أس 3 حنا حسبناها طبعا بدون ما نستعملو الكتلة ديال الأرض. جيد، نمر إلى السؤال رقم 5. نمر للسؤال رقم 6، استنتج كتلة الأرض ام تي. طبعا ملي غنجيبو كتلة الأرض ام تي، طبعا لدينا علاقتين، عندنا العلاقة الأولى هي في السرعة اللي كتساوي لنا جذر جي في ام تي على ار، و تي اللي كيساوي لنا دو بي في ار على في، دو بي في ار على في على السرعة، دو بي في ار على السرعة في. جيد، إذا انطلاقا من هذه العلاقتين غادي نمشي نخرجوا كتلة الأرض. إذا غنستخرجوا من هنا في اللي غتصبح لنا هي 2 بي في ار على تي، نقوم بالتعويض ديالها هنا اللي غتصبح لنا هي 2 بي في ار على تي اللي كتساوي لنا جذر جي في ام تي على ار، رفع هذا أس 2 سيرفع حتى هذا أس 2 اللي غتصبح لنا هي 4 بي أس 2 في ار أس 2 على تي أس 2 كيساوي لنا جي في ام تي على ار. جي في ام تي على ار، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، هذا هنا دونك عطينا 4 بي أس 2 في ار أس 3 على تي أس 2 في جي يساوي ام
تي. طبعا من الجدوى ديال السؤال الخامس اللي قالوا نحسبوا تي اس اثنان على ا اس ثلاثة، هنا غنستخدمها، غنقسم الوسط على ا اس ثلاثة ونقسم على المقام على ا اس ثلاثة بحال ما عملت والو. اذا ما نقسم هذا على ا اس ثلاثة، ا اس ثلاثة مع ا اس ثلاثة مشات، غتبقى لنا 4 بي اس اثنان على تي اس اثنان في جي على ا اس ثلاثة كيساوي لنا كتلة الأرض. إذا تطبيق عددي كتلة الأرض ام تي، كتلة الأرض ام تي تطبيق عددي، كتلة الأرض ام تي شنو غتساوي لنا؟ 4 بي، 4 بي، بي أس 2 هي 10 تقريبا، مقسومة على تي أس 2 على أس 3 حسبناها سابقا 9.85 في 10 أس ناقص 14 في جي اللي هي 6.67 في 10 أس ناقص 11. إذا بعد إنجاز التطبيق العددي سنجد أن كتلة الأرض، سنجد أن كتلة الأرض ام تي كتساوي لنا 6 في 10 أس 24 كيلو جرام. هذه هي كتلة الأرض. شكرا على الانتباه، وإلى تمرين قادم إن شاء الله من سلاسل تمارين فيزياء سنة ثانية بكالوريا. شكرا.